من أسهل أنواع التجارة الموجودة حالياً في العراق للأسف هي تجارة الأسلحة. 2005 أصلية مدنية شرط. تروح تطلع بيها جازة وإذا صادرة تخسر لك فلوس. كلها تسلح. ماكو بيت ما بيسلح. معاركنا ضد عصابات داعش هي أحد هذه الظروف. المجتمع راح يكون مكرس لاستخدام السلاح إلى درجة أنه الطفل راح يلعب بيه. هو الحقيقة لا توجد وسيلة لمعرفة عدد الأسلحة الموجودة خارج نطاق الدولة. أنا أحكي وياك، إحنا اثنين، أنا ابن بنتي مات بسبب رمي العشوائي، هو اللي بس هو عنده، هو وابن أخوي هذا إذا عايبة ورجل عايب. أغلب الأسلحة المصادرة هي نتيجة عمل القطاعات الماسكة والسيطرات. كل منتسب بعد الدوام يحمل سلاح، هذا شيء ممنوع قطعا. ممكن أن يعرف أنه هذا إرهابي ويسحب منه السلاح ويوقفه.